صباح الخير عليكم، سعيدة بلقياكم مرة ثانية وعيد مبارك سعيد. بما أنه غدا إن شاء الله العيد، قلت إن شاء الله ندير بطبيطات اللي هو البطبوط المغربي، نفطروا به في فطور العيد إن شاء الله. قلت علاش ما نشاركش معكم، مع أن كل تيعرف البطبوط فلا بأس نشارك معكم. غنحتاج ان شاء الله تقريبا نصف كيلو دقيق ابيض، قليل من زيت المائدة، تقريبا ملعقة الى ملعقتين كبيرتين، ملعقة كبيرة من خميرة الفورية، خميرة الخبز، ملعقة سكر خشن، هذا الدقيق الصلب او ما يسمى بالسميد عندنا بالمغرب، 250 غرام، والماء بطبيعة الحال، ونمر الى الطريق. اقول شيء، سناخذ الخميره ديالتنا نحطوها في اناء، نضيف عليها ملعقه سكر خشن، ممكن ملعقه صغيره او كبيره، نضيف عليها قليل من الماء دافئ، نحركه نتركه على جانب هكذا، ونتركه على جانب. نبدأ على بركة الله، نأخذ هنا عندنا 250، يعني نأخذ 500 غرام. بسم الله يكون مريض لكم. خاصة تكون 250 هنا. نغربو الزيت ديالنا، نزيدو واحد أخرى، نضيفو 250 أخرى، نمرو السمن ديالنا، دقيق صلب، فقط 250. من بعد نضيف الملح، المقاس تكون ملعقة صغيرة مليئة، نضيف الخميرة ديالنا الفورية تصبح بهذا الشكل، نضيفو تقريبا ملعقة كبيرة زيت المائدة فقط، هكذا
بعد ذلك نضيف الماء المتبقى ونتركها يجيبوا رقم 15 عندنا هنا، أتمنى أن يكون رقم 15 لمدة 15 دقيقة. ستعجن لنا ستار، سيبدأ العجينة، نلتقي إن شاء الله بعد عجن العجينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي العجينة ديالنا من بعد ما نزلناها من الآلة، ندهنو ليدنا بشوية الماء ونقطعو الشكيلات القدر مثلا هكذا ديال الحجم اللي بغينا. نختار مثلا هذا الحجم، كوروهم هكا، هما من بعد الطبيطة ديالنا رخفو شوية. غنشد لاطا نفرش عليها اي منديل يكون نظيف، غنقرص الخبيزات البطاطس ونحطهم هنا ان شاء الله. انتم معايا؟ هو البطوط ديالنا من بعد ما قرصناه نخليه نغطيه بطبيعة الحال هكذا بمنديل نظيف، نسكوه يختمره وبعد ذلك نطهوه. البطبط ديالنا ها هو بهذا الشكل تيولي. نديرو مقلاة نوها، تكون من الافضل تكون مقلاة ديالتنا هكذا. هادو ديجا طابو، خليتهم فقط من هنا من الجناب باش يطيبو. نبقاو مره نشوف. ها هو عندنا فين تيبدا يتنفخ هكا، نقلبو هكذا. هادي ايضا بدات تنفخ لينا. هتشد بكاميرا، شدي يد بكاميرا وهذا تنقلبها. تنبقاو هكا مستمر. ها هو البطبوط ديالنا جاهز، سنيناه تيجي رطب. ها هو بيد ليكم، ها هذا ماما ناتاليا خدات منها، ها هي تيجي باقي سخون. بالصحة والراحة، عيد مبارك سعيد، إلى الملتقى.